واحد بيقول في كتابكم النقد الكتابي بايبل كريتيسيزم، وفي موضوع آية إلهي إلهي لماذا تركتني، قلت قداستكم إنه من الأسباب التي قالها السيد المسيح إن اللاهوت لم يتدخل في ذلك الوقت ليوقف آلام الناسوت. فهل هذا يتعارض والمشيئة الواحدة؟ أن المشيئة الواحدة موضع آخر؟ لا، لا يتعارض، لأنه ربنا مش عايز يتدخل علشان لو تدخل ومنع الآلام هيبقى حكاية الصلب دي تمثيلية ملهاش معنى، فلازم يترك الناسوت يتألم علشان يدفع ثمن الخطيئة. ومشيئة الله كانت إن الناسوت يتألم، كما ورد في نبوءة إشعياء النبي لما قال في إصحاح 53 إن الأب سر أن يسحقه بالحزن، يعني كان كون انه ينسحق بالحزن كانت تتفق مع مشيئة الله.